أكيد الشعب من غير ثقافة ما ينجمش يكون شعب متقدم. اهتمام كبير منكم، نعرفوا الأحداث الثقافية كبيرة الفترة هذه من المهرجانات، وأكيد أنت اليوم في معلم تاريخي، ولكن الحمد لله وراء يعني هذه الدولة فما ناس تخدم وفما ناس قاعدة تحاول تخلي الراية اللي نغزلها من قبيلة صورناها عالية. راي تونس بالحق حاجه تفرح على الاخر رغم البرد، موجودين على الميدان. شو البرد بالعكس ما يقلقش، ينشط البرد. لكن بالطبيعه هذه عمليه كما تشوف هي مشتركه مع بين الوزاره وبين البلديه نتاع تونس، زاده مشكوره، وبين حتى تشوف الاعلام والمجتمع المدني يعزوا عليهم هالابواب القديمه، خاطر كل باب فيه قصه، كل باب يحمل اسم شخصيه. احنا اللي يهمنا انه نرجعوا المجد نتاع هذه الابواب، نعطيوها قيمتها، وهي في الحقيقه تعطي الطابع المعماري نتاع مدينه تونس، وتعطي فكره حتى على نوعيه الحياه اللي كانت موجوده، كيف كانت تغلق هذه الابواب، هذا الامتداد العمراني، كيفاش توسعت مدينه تونس في كل الاتجاهات. هذه كلها معناها حلقه من تاريخنا، وهذا زاد في اطار المحافظه من جهه اخرى على الجماليه نتاع المعالم هذه وصيانتها. احنا معناها ان شاء الله مش نحرصوا انه ما تكونش معناها مره في الدرقديش، انه تصير صيانه مستمره لهذه المعالم. بالطبيعه هو هذا الباب تم ترميمه سابقا وغيره، لكن احنا ماذا بينا تو عندنا برنامج كامل لصيانه هذه الابواب اللي كانت تتميز معناها وتسكر مدينه تونس في العصور السابقه، وتحدد زاد الحدود نتاع المدينة العتيقة، وهذه كله في إطار برنامج كامل أنه نحاولوا حتى البيبان اللي مشيت اللي تكسرت نعاودوا معناها نصوروها بطريقة افتراضية عن طريق الحقيقة الغامرة والعالم الافتراضي. لميرسي. دونك اون فا ايسيي أنه نرجعوا شنو نجموا حقيقة، والباقي نرجعوه زادا عن طريق الإنارة وعن طريق الأعمال الافتراضية التي تعيد معناها الحقيقة مثل ما هي كانت بفضل التكنولوجيات الجديدة وبفضل الرقمنة. وفما شركات معناها الاستخداب هذوما، فما برشا شباب قاعدين يعملوا في أشغال هامة جدا، ونحبوا احنا نشجعهم بما فيها هذه إعادة تصوير الأبواب متاع مدينة تونس. الأبواب اللي تمت صيانتها كيما الباب هذية تحافظ على الأقل على الجمالية متاعها وعلى الحالة متاعها وعلى رونقها. نعم. ومن ناحية أخرى قلت لك هي في إطار عملية متكاملة متاع إعادة الأبواب متاع مدينة تونس وإعادة تصورها حتى عن طريق العالم الافتراضي والإنارة زد الفنية وغيره. نحب نشكرك، ربي يحفظك يحفظ تونس وربي يعطيك القوة. ربي يحفظ تونس والله بالحق، نتبع فيك ديما ديما ما تقابلوا في التظاهرات الثقافية. نشكرك برشا، فضلكم أنتم متابعتكم وأنكم تنقلوا الصورة الناسعة متاع الثقافة، وانكم تحفزوا معناها الناس، خاطر شوف راهي التلفزه هي الوحيده اللي تدخل البيوت بدون استئذان. صحيح. ودور الاعلام هام، خاطر شوف الثقافه بدون اعلام ما توصلش. دونك انتم في الفتره هذه دوركم انكم تثبتوا هالقيم هذه، ودوركم انكم ترجعوا للشعب التونسي، خاطر الشعب التونسي شعب جميل يؤمن بالجميل. صحيح. ويؤمن بتاريخه، والشعب التونسي معناها يلزم نعودوا له هكا النخوة والاعتزاز بانتمائه لهالأمة التونسية ولهالتاريخ التونسي. وهذه شنية رموزه هذه المعالم. صحيح. شكرا. كل الشكر لكم. يعيشكم.